بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الكريم، وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي طلاب وطالبات الفرقة الثالثة نظم معلومات إدارية بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، معكم دكتور صلاح عبد الحي حامد حاويل، مدرس إدارة الأعمال والإدارة العامة بالمعهد، في محاضرة مسجلة وبس عبر أو من خلال شبكة الإنترنت على موقع المعهد لطلاب تلت نظم في مادة إدارة مشتريات ومخازن. خلي بقى لحضرتك، احنا اتكلمنا في المحاضرة الأولى وعرفنا ايه هي إدارة المشتريات والمخازن، ودي المحاضرة التانية، وانا زي ما اتكلمت معاكم ونصحتكم بان سواء المحاضرات المسجلة التي تبث عبر شبكة الانترنت على موقع المعهد، او المحاضرات اللي بتتم داخل المعهد، الاتنين مكملين لبعضهم البعض. في داخل المعهد هنركز دايما على انواع او نوعية معينة، شرح بعض النقاط الخاصة بالمحاضرة المسجلة، بالاضافة الى ان احنا هنحاول في كل محاضرة هتكون داخل المعهد ندي مجموعة من الاسئلة اللي هتكون في النهاية هي محور امتحان نهاية الفصل الثاني. في بداية المحاضرة برحب بكم وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الفصل الدراسي الثاني وحلول شهر رمضان. الظروف الاستثنائية اللي بتمر بها الدولة بخصوص فيروس كورونا وحرصا على سلامتكم، فكانت المحاضرات بيسموها هجين، يعني خليط، يعني جزء من هتبقى تبث عبر الاونلاين اللي هو من خلال موقع المعهد، او من خلال المحاضرات اللي انت هتحضروا فيها في المعهد، فبسموه التعليم الهجي. وزي ما انا قلت قبل كده الاثنين، المحاضرات سواء الاونلاين او اللي داخل المعهد، الاثنين بيكملوا بعض. المادة اسمها ادارة مشتريات ومخازن. احنا الاول عاوزين نعرف كلمة ادارة مشتريات ومخازن. ادارة المشتريات والمخازن اصبحت علم، وبقى من اهم واخطر العلوم. طيب عشان كده اتطور هذا العلم، لان قلنا ايه، كلمة ادارة يبقى علم من العلوم الاجتماعية اللي بتطور مع تطور الزمن، ماشي. فكانت الاول ادارة او نوع من الادارات اللي ما كانش له تأثير، ولكن مع مرور الزمن اطرح ان هذه الادارة اصبحت ادارة مهمة جدا. شكرا، اسف جدا. طيب سموها بقى في الاخر ايه، هي مرت بمراحل تطورت، سموها ادارة المواد. ادارة المواد شاملت كل هذه الادارات، في ادارة مخازن وفي ادارة مشتريات وفي مراقبة مخزون، اتجمعوا كلهم في علم بقوا يسمى علم اللوجستيات او علم ادارة المواد. اول حاجة تعريف ادارة المواد، احنا اتكلمنا فيها وفهمر مراجعة بسرعة، اللي هي الادارة المتكاملة والمسؤولة عن التخطيط والحصول على كافة الاحتياجات في المنظمة من الأصناف المختلفة، وتخزينها والتصرف فيها والرقابة عليها. عشان انا قلت لك هتنقسم الى ايه، ثلاث انواع من الادارات، والتصرف فيها والرقابة عليها بشكل يحقق معه افضل استخدام للموارد المتاحة من تسهيلات وافراد واموال لخدمة العملاء ضمن الاطار المحدد في الاهداف العامة للمنظمة.
إدارة المواد أصبحت مهمة، وبذلك أصبحت إدارة المشتريات مهمة جدا. لما تعرف النهارده إن في شركات أو منظمات المشتريات فيها بتمثل أكتر من تلتين رأس المال، يعني تلتين رأس المال، يعني النهارده أنا لو عندي 100 جنيه أو 100 مليون جنيه يبقى أكتر من 60 مليون جنيه بيتم إيه الشراء، فتعرف مدى أهميتها. في إدارة تانية وبعد دلوقتي ما كانت اسمها الأول إدارة المشتريات والمخازن. آسف جدا. ودلوقتي اتسمت إيه؟ إدارة، بقت فيها إدارة اسمها إدارة المشتريات وإدارة المخازن. وفي إدارة تالتة اسمها مراقبة المخزون. هناك عدة تعريفات لإدارة المشتريات. ليه؟ لأن أنا قلت لك هي علم من العلوم الإدارة، وعلوم الإدارة علم من العلوم الاجتماعية. الإدارة التي تتولى عملية الشراء لضمان توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها العملية الإنتاجية. دي بسموه التعريف الضيق، يعني قاصر على الشراء لضمان توفير المواد الخام ومستلزمات الانتاج التي تحتاج، ضيق لانه ياخذ في اعتبار المنظمات الصناعيه فقط دون غيرها، تفهم منظمات خدميه، يعني شوف التي تحتاجها العمليات الانتاجيه، يعني بس ركز على المنظمات او الشركات او المؤسسات الصناعيه دون غيرها من المنظمات الاخرى. تجاهل التعريف عمليه احنا قلنا العملية الإدارية بتركز على التخطيط والتنظيم والرقابة والقيادة والتوجيه، هو تجاهل دي. قال لك لا، ده في تعريف تاني مهم، هي الإدارة المسؤولة، ركز بقى في التعريف دي، عن تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة العملية الشرائية لضمان توفير الاحتياجات والمستلزمات لكل من الأشوف لكل من الادارات والاقسام، شوف بقى، واحد بالكميه والجوده المناسبه في في الوقت او في التوقيت والسعر المناسب من مصدر التوريد المناسب. يبقى احفظ التعريف دي، هي الاداره المسؤوله او المنوطه عن تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابه العمليه الشرائيه. دي احنا ركزنا في الشراء، لسه المخازن هيبقى لها تعريف تاني لما نيجي لضمان توفير الاحتياجات والمستلزمات لكل الادارات والاقسام بايه؟ بالكميه والجوده المناسبه في الوقت او في التوقيت والسعر المناسب. منين؟ من مصدر التوريد المناسب. يبقى دي تعريف إدارة المشتريات والمخازن. إيه الأسس التي بيقوم عليها التعريف بقى اللي إحنا قلنا إيه؟ عملية الشراء لا تقتصر على شراء مستلزمات الإنتاج، ولكنها تشمل شراء سلع تامة الصنع أو شراء خدمات. زي إيه؟ زي شركات المحمول بتأدي خدمة، البنوك بتأدي خدمة. هل ما فيهاش مشتريات ومخازن؟ ما فيهاش مشتريات؟ لا، فيها مشتريات. يبقى إذن خرجنا من نطاق الضيق اللي هي بتاع مستلزمات الانتاج ووصلنا الى الخدمات. تاني حاجه، نشاط الشراء يقوم بتاديه وظائف في ضوء مجموعه من العوامل البيئيه الداخليه والخارجيه المحيطه بعمليه الشراء. انا النهارده ممكن اشتري من السوق المحلي، ممكن اشتري من السوق الداخلي اللي هو انا راجل من كفر الشيخ، ممكن تتوفر لي المستلزمات داخل محافظه كفر الشيخ، ممكن اشتريها من من محافظه تاني او من دوله تاني. يبقى اذا نشاط الشراء يقوم بتاديه وظائف في ضوء مجموعه من من العوامل البيئيه الداخليه لو كان هذه المواد متوفره، او الخارجيه المحيطه بعمليه الشراء. انت عندك مصنع غزل ونسيج في كفر الشيخ، ما عندكش بذور بتروح تجيبهم من المحل. انت النهارده انا ما عنديش سمك في الغربيه، بضطر اجيب السمك من كفر الشيخ، بقوم داخل على مش موجود في كفر الشيخ ومش موجود في مصر، ممكن استورده من وخاصه بعض انواع السمك بتاع الرنجه والحاجات دي.
تالت حاجة عملية الشراء تتم من خلال ممارسة الوظائف الإدارية. إيه بقى الوظائف الإدارية؟ طيب متمثلة في إيه؟ اللي هي العملية الإدارية أو وظائف الإدارة: التخطيط، التنظيم، الرقابة، القيادة، خدت بالك حضرتك، التوجيه. يبقى إذن عملية الشراء تتم من خلال إيه؟ ممارسة وظائف الإدارة. ما هي وظائف الإدارة؟ تخطيط، تنظيم، قيادة، رقابة، وتوجيه. طب ايه هي وظيفة المنظمة؟ الانتاج. ايه تاني؟ التمويل. ايه تاني؟ التالت التسويق، ادارة الموارد البشرية. يبقى اذا هناك فرق بين وظائف الادارة ووظائف المنظمة. اما عملية الشراء بتتم من خلال ممارسة وظائف ايه؟ الادارة، لان اسمها ايه؟ ادارة المشتريات. خامس حاجة، رابع حاجة، الهدف العام لإدارة المشتريات هو تحقيق أهداف المنظمة ككل عن طريق إيه؟ التعاون بين إدارات المشتريات والإدارات الأخرى داخل المنظمة. طب نشرحها دي إزاي؟ الهدف العام لإدارة المشتريات، أنا هدفي إيه؟ هدفي إن أنا أوفر المواد الخام أو السلع للإدارات الأخرى. طب لابد أن يكون هناك إيه؟ تكامل بين إدارة الإنتاج، أعرف أنها محتاجة إيه؟ التمويل، الإدارة أو إدارة الإدارة المالية، أعرف أنهم عندهم إيه؟ بنود صرف ولا لا، أو إيه تاني؟ أو النهاردة أشوف إدارة التسويق. تالت حاجة إيه؟ أشوف بقى يبقى لي علاقة بإدارة المخازن، أقول لها أنت المخازن دي إيه؟ ايه الاصناف اللي ناقص عنها. يبقى ان الهدف العام لادارة المشتريات تحقيق اهداف المنظمة ككل عن طريق ايه؟ التعاون بين ادارة المشتريات والادارات الاخرى داخل المنظمة. ايه هي الادارات؟ ادارة المخازن، ادارة الانتاج، ادارة التسويق، ادارة الموارد البشرية، انتبه حضرتك. يبقى اذا لابد ان توجد علاقة مباشرة وايه وايجابية بين ادارة المشتريات والإدارات الأخرى لتحقيق أهداف المنظمة. خامس أساس، إن إدارة المشتريات تحتاج إلى جهاز إداري. يعني محتاج إلى كلمة جهاز إداري، يعني محتاج لعنصر بشري كف مؤهل فاهم. كانت الكارثة الرئيسية والطمع اللي حصلت وأدت إلى انهيار القطاع العام أو قطاع الأعمال في مصر، ان ما كانش عناصر ادارة المخازن والمشتريات ما كانوش مؤهلين، او كانوا بالمعنى الاصح كده من الاخر حرامي، كانوا ماشيين شمال، كانوا بيسرقوا المخازن ويجوا يولعوا فيها قبل الجرد، وعشان لما يجي تجرد تقول لك ايه ده ولعت، وادت الى خسائر بالمليارات. يبقى اذا ادارة المشتريات تحتاج الى جهاز اداري، اللي هي ايه كلمة جهاز اداري؟ موظفين، مديرين، اكفاء، له سلطة كاملة للقيام بوظيفة ايه؟ بوظائفه المختلفة. عملية الشراء يجب ان تبنى على اسس علمية. مفيش بقى ايه؟ اسلوب بقى اللي هو شغال اللي كان شغال بالبركة. كنت تجد النهاردة لو انت شفت الكلام ده احنا شفناه في الستينيات والسبعينيات، تلتقى الراجل اللي قاعد بتاع المشتريات متدروش. راجل دروي. اما النهاردة كان يقول لك ايه يا عمي ما تشوف فيها ايه؟ لا. اسس بقى النهاردة بتبقى فيه برامج في كل كمبيوتر، الوارد، الصادر، المخزون قد ايه، ايه مدة الصلاحية قد ايه، في الحاجات دي اللي هي ايه تبنى على اسس علمية سليمة. اعرف انا عندي ساعات مثلا عندي مخزن ورق، ممكن الورق ده يطول رطوبة لو فضل ايه اكتر من مدة لازم اعرف ان دي بعد 6 شهور. تاني حاجة تجهيز المخازن اللي هنتكلم فيه. يبقى الاسس، يبقى عندي 6 اسس هم تحفظهم. ممكن كل اساس من دول احنا جينا واحنا بنتكلم وبنشرح وبنقول تعريف، قلنا ايه؟ قلنا احنا لابد توفير المواد والمستلزمات الكمية المناسبة. يبقى اذا رايت كوانتيتي، يعني كوانتيتي اللي هي ايه؟ الكمية. رايت، كلمة رايت يعني مناسب. كواليتي الجودة. رايت برايس السعر. رايت تايم الوقت. رايت سورس
توريد او مصدر التوريد المناسب. يبقى اذا لابد ان احنا بسموها ايه 5 RS. 5 R، كل حرف بادئ رايت بR، S دي بتدل على الجمع بالانجليزي. يبقى اذا في 5 مرتكزات بتقوم عليها وظيفة الشراء والتخزين: كمية، جودة، سعر، وقت، مصدر. ركز في دايما لما بتلتقى، انا بعمل زي ما انا بقف في المحاضرة، من اهم النقاط اللي يجب ان انت تحفظهم زي ما انت حافظ اسمك، اسمك محمد معالي ابو شلبانة، يبقى هو دي محمد احمد علي ابراهيم شلبي، اللي هي ايه؟ الكمية، الجودة، السعر، الوقت. مع اسمك دي تحفظ اللي ايه؟ الركائز، وظائف او وظيفة ادارة المشتريات. ايه هي مهمة؟ ليه؟ اهمية وظيفة الشراء ايه؟ او ادارة المشتريات، كونها وظيفة مكملة للوظائف الاخرى بالمنظمة من انتاج وتسويق وموارد بشرية. اذا اصبحت وظيفة بس من وظائف ايه؟ المنظمة، ولكنها بتمارس ايه؟ العملية الادارية، وظائف الادارة عند تدبير الحاجات. تخلي بالك ان هي بقت ايه؟ زي ما بقول وظيفة بروحين، او وظيفة لها جناحين. الجناح الاولاني ان هي بتستخدم وظائف الادارة، والوظيفة التانية ان هي احدى وظائف او مكملة لوظائف المنظمة. ايه هي وظائف المنظمة اللي اتكلمنا عليها وقلتها لك؟ انتاج، تسويق، تمويل، موارد بشرية. يبقى اذا دي مهمة. تكلفة الاصناف المشتراة تمثل نسبة كبيرة من قيمة المبيعات، قد تتراوح من 40 لـ60. زي ما قلت لك ان انا لو رأس مالي 60% 100 مليون، 60% منهم بيخشهم في تكاليف الاصناف المشتراة والمخزن. يبقى دي نمرة 1 وظيفة مكملة. 2 الاصناف المشتراة تمثل نسبة كبيرة من قيمة المبيعات. 3 ايه؟ وظيفة الشراء تساعد على ايه؟ تحقيق الربح من خلال خفض النفقات بعمل الشراء. انا قلت لك لما اجيب واحد مؤهل ممكن يشتري بسعر مناسب، يجي مثلا لما البترول نزل وكان بثلاثة اربعة وعشرة دولار كان ممكن يشتري، النهاردة وصل لـ65 دولار، شوف النهاردة المكسب بتاعه. برضو نفس النظام، يعني مستلزمات الانتاج النهاردة انا لو كان عندي، ايه اللي خلى مصر الى حد ما واقف على رجليه؟ لان احنا كان عندنا، خدت بالك، في المخازن، المخزون الاستراتيجي بتاعنا كان مكاف في دول تانية بتعاني جوال حوالينا بسبب ان ما كانش عندنا، احنا كان عندنا حاجات مخزنة، قمح، سكر، زيت، كل مستلزمات الخاصة بالحياتية بالامور المعاشية او الحياتية كانت متوفرة. فعشان كده قلنا لا، احنا كده حققتنا ربح، حققتنا ربح. تاني حاجة، النهاردة زي ما احنا بنشوف في، لما تيجي تبص على الاسعار او البورصات العالميه اللي خاصه بالمواد، تجد النهارده ساعات بتلتقى بيحصل في ازمه في اوروبا، زي مثلا برضو بيحصل لايه؟ محصول القمح. انت لو راجل عندك ايه تخزين، بيحصل مشكله في مخزن، انت بتستورد قمح، انت اكبر مستورد للقمح، فيجب تكون عينك على البورصات او الدول اللي هي بتنتج قمح زي روسيا، اوكرانيا، امريكا، فرنسا، الكلام دي. لما تلاقي السعر ينزل وانا اشتري، ممكن تيجي بعد شهرين ثلاثة تلاقي السعر ارتفع، يبقى وظيفة تساعد على تحقيق الربح. خد بقى النهاردة انت راجل ايه عندك عربية، راجل بتاع عربية الفول، لو جاب خزين عنده 2 طن 3 طن، وفجأة الفول رفع من ايه؟ من 150 جنيه او من 1500 جنيه الطن الى 3000 جنيه، يبقى وفر. وبعد كده سعر السندوتش هيغلى، يبقى هو حقق ربح. ظروف الصناعة الحديثة بخصائصها المتمثلة في ظهور مواد خام ومواد بديلة باتجاه ايه؟ الرغبة في تقديم خدمات متكاملة. انا عاوز النهاردة اي منظمة عاوزة تأدي خدمة متكاملة، يبقى اذا مهمية كونها وظيفة مكملة. تكلفة اشراف المشتراة تمثل 2/3 وظيفة الشراء تساعد في تحقيق الربح. ظروف الصناعة الحديثة بخصائصها المتمثلة في ظهور مواد الخام. اهدافها ايه؟ في 7 اهداف قدام. دعم نشاط المنظمة من خلال ايه؟ توفير كل ما تحتاجه وحدات المنظمة
منين؟ من مواد ومستلزمات وخدمات. يبقى أول هدف دعم نشاط. أنا النهاردة واقف في ظهر المنظمة من خلال بوفر إيه؟ بوفر المستلزمات اللازمة إذا كنت أنا منظمة صناعية أو منظمة خدمية. يعني النهاردة إحنا في المعهد وظيفتنا إيه؟ تأدية خدمة. النهاردة لما نيجي في الامتحانات اللي فاتت لابد إن أنا أكون عندي ورق أسئلة، خدت بالك؟ ورق تصوير عشان اما اجي افرض ان انا جيت اقول له ايه يا استاذ، قال لك ده ما عنديش ورق، ازاي؟ يبقى انت عطلت ايه شغل المعهد. يبقى دي انا بدي لك مثلا إيه طبيعي. انت في البيت عندك والدتك كل سنه طيبين، داخلين على رمضان كل الثلاجات والديب فريزر بتاعت ايه الجماعه اللي بيقولوا علينا مسلمين مليان. وتيجي تسال ست والدتك تقول لها ليه كده؟ تقول لك ايه؟ انت الحاجات بتغلى على رمضان، فموفرة عندك بقى تلتقي ايه المانجا الجوافه اللي مش عارف عاملين ايه ده. حتى انا مش يعني هنا بقى يقول لك ايه عشان ما تحتاج، تجي تلتقي برضو الاسعار بترفع في رمضان. قيس دي على مستوى انت لو صاحب شركه او صاحب مصنع، فلابد دعم نشاط المنظمه من خلال توفير كل ما تحتاجه وحدات المنظمه من مواد ومستلزمات وخدمات. اتنين، دعم المركز التنافسي المنظم وقدرته على التخربه. انا النهارده ممكن تجي لي طلبيه ان انا كذا، يبقى اذا انا بلبي هذه الطلبيه. دي بتحقق لي ايه؟ ان انا اكون منافس قوي في السوق. ثلاثة، تحقيق الشراء الاقتصادي لمراعاه العرض والطلب لتحقيق افضل مزيج لاعتبارات السعر والجوده والخدمه. ايه الشراء الاقتصادي؟ تحقيق الشراء الاقتصادي اللي انا بشتري بالسعر المناسب الاقتصادي اللي في السوق. اربعه، خفض المبالغ المستثمرة في المخزون. انا ما كنت دارس السوق كويس، بدل المخزن ممكن استثمر الفلوس اللي انا اشتريت بها ديت في حاجة تانية ممكن تحقق لي مكسب. خمسة، تنمية علاقات جيدة مستمرة مع مصادر الموردين. انا النهاردة مثلا كدولة مثلا احنا كنا الاول بنحتاج الغاز، احنا بقى عندنا وفر، فكان عندنا علاقات كويسة مع دولة زي الجزائر كنا بنستورد منها غاز، خدت بالك؟ ولبت لنا الامور كتير جدا. فلازم أن تكون عندي علاقة، دارس السوق كويس. أنا النهاردة احتجت مواد خام معينة وحسيت في السوق، فأنا بروح للمورد اللي أنا كان اللي راجل صديق دي، بقول له أنت عندك مثلا ورق، لو كنت بشتغل في الغزل والنسيجة أنت عندك جزول، عندك قماش هنا بقى، يقول له أقول له بعت لي 5 طن. علاقتي الكويسة معاه نتيجة أن أنا بسدد له الكلام دي بتنشأ علاقة وثيقة، ودي مهمة، ودي أهداف، دي من وظائف أهداف وظيفة الشراء. ستة، تحقيق التكامل مع إدارات المنظمة. أنا النهاردة لازم أعمل إيه؟ من أول ما بخش من باب الشركة من باب المعهد يعني، تحقيق التكامل بين إدارات المعهد. إيه إدارات المعهد اللي موجودة؟ الإدارات اللي داخلة عندنا، إدارة إيه؟ الحسابات، شؤون الطلاب، إدارة رعاية الشباب، إدارة خلينا مؤاخذة المخازن والمشتريات. فتلتقى لابد إن يكون في تكامل. استاذ محمد، استاذ سعيد، استاذ احمد، دول كلهم يكون فيهم علاقه على اساس ايه؟ علاقه تكامل، عشان لما يكون ما تكونش في حاجه ناقص. سبعه، تكوين صف تاني من المختصين بعمليات الشراء والتاهيل. انا ما اعتمدش على حد معين، لا، لازم اعمل ايه؟ ادرب ناس بحيث ان لو حصلت ظروف للمدير استقال او توفى لا قدر الله، يبقى هنا خدت بالك يكون في واحد جاهز ويسد. مسؤوليات إدارة المشتريات إيه؟ خلي بالك بقى، فرق بين، شوف أهو، الأهمية وفرق والأهداف والمسؤوليات. وضع سياسة مناسبة. أنا مسؤولياتي إيه؟ وضع سياسة مناسبة للشراء. إيه السياسة المناسبة للشراء؟ إنني أدرس السوق من خلال تطوير وضع سياسة مناسبة للشراء وتطويرها، بحيث تتمكن المنظمة من خلالها توفير احتياجاتها من المستلزمات بافضل الشروط. ومن زي ايه بقى؟ هو احنا قلنا لك وضع سياسه زي سياسه الشراء بكميات قليله ومتوسطه او كبيره. هل انا هشتري بكميه بسيطه؟ هل هشتري بكميه كبيره؟ هل هنا من خلال دراسه السوق. اتنين، شراء بحسب الحاجه. ما اجيبش حاجات واصدرها في المخازن واسمي ايه؟ ان انا ايه؟ جمدت راس مال. الشراء مقدما للتخزين للمضاربه للتصنيع. ممكن اشتري قماش في وقت يكون السعر مريح،
واقوم داخل بعد كده بعد ما انتجه اعمل ايه مضارب. سياسه متعلقه بمصادر الشراء وتعتمد على اساس الجوده ام على اساس السعر. سياسه متعلقه بمصادر الشراء وهي تعتمد على الشراء على اساس الجوده ام على اساس السعر. السياسه متعلقه برضه بمصادر الشراء وتعتمد على مصدر الشراء من مصدر شراء واحد او من عده مصادر. يعني اشتري من مورد واحد او اشتري من عده موردين، دي على حسب السوق. على اساس لا انا ما افضل النهارده، ما كنا نزلنا سوق البترول واحنا كنا بنشتري من اكتر من جهه. اثنين، احكام القيام بدراسات والبحوث المختلفه. يبقى اذا انا بعمل دراسات التنبؤ وجمع المعلومات عن الاسواق والحاله السوقيه، جمع المعلومات ايه المتعلقه بالمواد ومستلزمات العمل، دراسه اتجاهات ومستويات الاسعار، دراسه كميه المواد في الاسواق، دراسة البدائل. يبقى إذن لازم نعمل دراسة عن السوق عشان أعرف إيه من خلال التنبؤ، هل النهاردة هيحصل في أزمة ولا مش هيحصل. النهاردة أنت ما شفت البترول وصل لعشرة دولار، النهاردة وصل دخل على سبعين دولار. يبقى إذن أنا بجمع المعلومات النهاردة زي ما احنا بنشوف النهاردة الدولة ماشية في هذا. تاني حاجة مستويات الأسعار إيه، وقلت لك النهاردة الحاجات كميات المواد إيه اللي في السوق، البدائل إيه. أربعة، مراجعة طلبات الشراء الواردة لها من الوحدات المختلفة في المنظمة. أنا كإدارة براجع بقى إيه، أنا كمثلا إدارة كذا بتبعت طلب أنا عاوزة كذا وكذا، فبتم المراجعة. أربعة، الجدولة التنافسية إيه الزمنية المشتريات، بعمل جداول بقى الأهم فالمهم وهذا. خمسة، تحديد مستويات المخزون، الحد الأعلى ونقطة إعادة الطلب والحد الأدنى. إيه انا عندي مخزون داخل المخازن وصل للحد الاعلى خلاص، وصل للحد الادنى بضطر ايه حاجة ونقطة ايه اعادة الطلب. خمسة، اصدار اوامر التوريد للشراء، انا لازم النهاردة اكون جاهز باوامر التوريد بتاعتي. سبعة، مراجعة وتدقيق عقود الشراء والتأكد من سلامتها بالتعاون مع الشؤون القانونية او مع الادارة القانونية. لازم النهاردة لما بشتري من خلال عقد، والعقد دي منصوص في بنود لازم ان يورد لي في كذا، طب العقد مين اللي بتصيغه؟ الاداره القانونيه. اقرار مصير المواد المورده حيث يتم اقرار القبول او الرفض. انا بشوف المواد دي هل مطابقه للي انا اشتريته ولا لا عشان اقبلها او ارفض. تنظيم السجلات لايه؟ لازم يكون عندي سجلات لحفظ وجميع المعلومات والبيانات المتعلقه بالمش. لازم تكون عندي النهارده في برامج الشراء اللي موجوده اللي بتتباع وبتتخزن على الكمبيوتر، لازم يكون عندي اسامي كل الموردين، سجلات الاصناف اللي عندي، الحاجات المهمه. عشرة، تصريف الاصناف المخزونه التي لم يعد لها حاجه ومخلفات الانتاج، الحاجات اللي مش موجوده. السؤال مهم جدا نبدا فيه، هل هناك علاقه بين اداره المشتريات والادارات الاخرى؟ الاجابه نعم. تعال بقى بص كده واحنا ماشيين، مهم جدا الكلام اللي هيتقال دي وديت. احنا رجعنا الحاجات اللي فاتت، بنخش بقى في الشغل ايه المهم بقى داخلين. اهميه هل توجد علاقه بين اداره المشتريات والادارات الاخرى؟ الاجابه نعم. طيب هل توجد علاقه بين اداره الشراء وعلاقة وإدارة المخازن؟ الإجابة طبعا نعم. ليه؟ العلاقة بين الشراء والتخزين علاقة جوهرية. أنا بشتري وبخزن، يبقى العلاقة دي علاقة مباشرة وجوهرية. يبقى العلاقة بين الشراء والتخزين علاقة جوهرية، حيث يتحدد نشاط وبرنامج الشراء طبقا للطلبيات التي تأتي من إدارة المخازن. أنا بشتري بناء على اللي بجيلي. خلي بالك يا بتوع المشتريات، انا ما عادش عندي، او لازم انا اخطر اداره المشتريات قبلها. خلي بالك انا ابتديت على ان الاصناف الفلانيه بدات تنفذ من المخازن، تبتدي اداره الشراء تعمل ايه؟ تجهز نفسها. يبقى اذا طبقا للطلبات التي تاتي من اداره، بناء على معرفه معدلات الاستعمال للاصناف. تقول اصل الصنف دي عليه شغل كتير، اللي المادة الخام دي او السلعة الفلانية عليها شغل كتير،
معدلات الاستعمال للأصناف المواد وتحديدها، ومعدل دوران المخزون وتحديد الحدود العليا والدنيا لحد الأعلى اللي هو على حاجة الدنيا الأقل المختلفة. وهذا يعد وسيلة للرقابة على إيه؟ على المشتريات وإدارة توجيه لأعمال الشراء بما توفره من معلومات مهمة ودقيقة عن وظيفة التخزين. إذا توجد علاقة مباشرة وأكيدة وجوهرية. ليه؟ لأن إدارة المخازن هي التي خدت بالك تصدر أوامر التوريد لإدارة الشراء للشراء، فلازم إدارة المخازن تعرف الحدود الدنيا وحدود الأولى وكميات قد إيه ومعدلات استهلاك. علاقة الشراء بإدارة الإنتاج، يرتبط الشراء مع الإنتاج في المنظمات ارتباطا تاما، لأن مهمة وظيفة الشراء إيه؟ تركز على توفير المواد والمستلزمات لإدارة الإنتاج لإتمام عملياتها بشكل جيد. أنا النهاردة عندي مثلا مصنع زي مصانع الإيه؟ غزل ونسيج، هنتكلمه. أنا مهمتي المكان شغال بينتج ملابس، مطلوب مني إن أنا يكون عندي مستلزمات الإنتاج. طب مستلزمات الإنتاج دي بقى إيه؟ بقى أقول له مخازن أنا عاوز الطلبات الفلانية لأنها إيه؟ المصنع هيقف. تعالى بقى لو ما كانش فيه هناك علاقة بين الشراء ودارة الإنتاج والإنتاج توقف، ملايين الخسائر. يبقى زي ترتبط الشراء مع الإنتاج في المنظمات الصناعية ارتباطا تاما، لأن مهمة وظيفة الشراء تركز على توفير المواد والمستلزمات لإدارة الإنتاج لإتمام عملياتها بشكل جيد. وهذا يتم من خلال توفير كل المعلومات الخاصة بأنواع ومواصفات المواد والكمية التي ينبغي توفيرها في الوقت المحدد. لابد أن يكون هناك توفيق تام بين توفير احتياجات المنظمة من المواد والمستلزمات الأخرى وبرنامج الإنتاج المخطط، إذ لا يمكن لإدارة الإنتاج أن تقدر برنامجها إلا بعد التأكد التام من إمكانياتها. أنا مش هنتج إلا ما أعرف ايه توفير المواد في الوقت المناسب، وكذلك تقدير تكلفة الانتاج لا تتم الا بعد معرفة تقدير اسعار المواد الاولية. علاقة الشراء بالادارة المالية، تحاول تحقيق التوازن بين ايرادات المنظمة ونفقاتها. انا النهاردة لازم انا اعرف انا عندي قد ايه عشان اعرف اشتري. يبقى اذا علاقتي بالادارة المالية او ادارة الحسابات ونفقاتها يوميا، ان الشراء يمثل نسبة كبيرة. تحاول وظيفة الشراء ان تعرف الامكانيات المالية التي تتمتع بها المنظمة. اقول له انت عندك قد ايه فلوس؟ انا عاوز مثلا بمئة مليون. يقول لي لا ده انا ما عنديش الا كذا. يبقى اذا لابد ان تكون هناك علاقة الشراء بادارة المبيعات. النهاردة اللي حصل ده ما انت بتشوف في ادارة المبيعات لازم تكون في علاقة. انا انتجت 1000 وحدة، بعت منهم قد ايه عشان اعرف انتاج قد ايه. فلو كان المبيعات عليها زي ما بقول لك قبول، فلابد ان انا انتج، ولما انتج يبقى انا عاوز مستلزمات انتاج، يبقى لازم أن تكون على علاقة بادارة المبيعات. ادارة الشراء بحكم ارتباطها المباشر مع السوق ومعرفتها بالمنافسين تساعد ادارة المبيعات بالتعرف على طرق البيع والترويج التي تبعها المنافسون، وعلى ادارة المبيعات ان توضح لادارة الشراء انا ببيع، لازم أن توضح لي لإدارة الشراء ما له الايه ما له الاسواق واتجاهات ايه الاسواق ايه. هل النهارده انت تقول السعر دي اللي الصنف ده هيقول لك مش ماشي، في ركود ما بتباعش ليه؟ يبقى اذا عندي حاجه تانية. اما القميص الفلاني ده كل الكميات بتخلص اول ما بتيجي، يبقى اذا انتج من النوع الاولاني اللي بيمشي وريح في النوع اللي ما بتباعش. ان العلاقه الوظيفية التي تربط بين الشراء وبين الوظائف الأخرى في المنظمة يترتب عليه على الإهمال في إدائه على أسس اقتصادية يترتب على الإهمال في أدائه على أسس اقتصادية مختلفة، وهو منعكس سلبا على أداء هذه الوظائف والمستوى الأداء الكلي. يعني إيه كلمتين دول أو السطر دول؟ يعني إن في حالة عدم وجود علاقة مباشرة وإيجابية يؤدي إلى إيه؟ حالة من الإيمان يؤدي إلى آثار سلبية، ودي كانت من ضمن الأسباب اللي أدت إلى انهيار القطاع العام
وخسائر فادحة. النهاردة ما بيجوش بيبيعوا شركة الحديد والصلب انت بيقول لك عليها 8 مليار جنيه. النهاردة المحلة نفس النظام لما وقعت هي وشركة المحلة وشركة الغاز النصر بسبب عدم وجود علاقة بين إدارة المشتريات والإدارات الأخرى في المنظمة. جهاز الشراء، التنظيم الجيد هو الذي يتلائم مع حجم النشاط التي الذي تمارسه وظيفة الشراء. يبقى إذا لو كان عندي تنظيم جيد لإدارة المشتريات بيؤدي إلى تحقيق أهداف المنظمة. التنظيم الجيد وهو الذي يتلائم مع حجم النشاط التي تمارسه وظيفة الشراء وفي ضوء تكلفة الشراء وطبيعة السوق وطبيعة السلع وإمكانيات المنظمة المالية والمتغيرات البيئية المحيطة بهذه المنظمة. ويقصد بتنظيم جهاز الشراء أو إدارة الشراء إعداد الهيكل التنظيمي لهذا الجهاز، وذلك في ضوء أهداف المنظمة في ضوء أهداف ووظيفة الشراء بالمنظمة وبما يحقق أهداف المنظمة ككل أو بشكل عام. تاني، يقصد بتنظيم جهاز الشراء عمل هيكل، إعداد هيكل تنظيم لجيه لإدارة المشتريات في ضوء أهداف وظيفة الشراء بالمنظمة. عشان عشان أحقق أهداف المنظمة كل. المستوى الوظيفي من المسميات التي تطلق على جهاز الشراء كقسم إدارة المشتريات، العقود، المشتريات، دي كانت مسميات، ولكن هم دلوقتي هنتكلم عليها ان سموها إدارة المواد وإدارة المشتريات. ويختلف المسمى التنظيمي لجهاز الشراء من منظمة الأخرى، فقد يكون قسما، ممكن نتيجة بقى ان انا عند مصر مثلا صغير كده يبقى اسم، ممكن يكون إدارة، ممكن يكون إدارة عامة. يعني النهارده لما تيجي تشوف شركة مصر الغاز والنسيج وإدارة المشتريات فيه منظمة لوحدها. ممكن النهارده انا راجل عندي مثلا مول صغير في اداره المشتريات بتاعتي، بعمل انا الراجل بتاع العربيه الفول اللي واقف قدام المعدن دي اللي بيعلف الناس اللي رايحه واللي داخله، وطبعا انتوا عارفين هو راجل بيقوم بهذه الوظيفه. فاما يكون قسم او اداره او اداره عام وغيرها، وذلك في ضوء حجم. انا قلت لك كده، يعني ما نيجي نتكلم النهارده مثلا على بركه غليون. بركه غليون ديت شركه. طب ايه رايك في جهاز المشتريات بتاعتها؟ ده عندها 7-8 مصانع جو، مصنع تنظيف ومصنع لمؤاخذه تعبئه وتغليف ومصنع لمؤاخذه تبريد ومصنع كذا ومصنع كذا. فعاوزه اداره، يبقى عاوزه اداره كبيره عشان توفر المستلزمات الخاصه لشركه غليون. نفس النظام لما نيجي بنعمل دلوقتي شركة الرملة السوداء اللي هتبقى موجودة كده هنا، وانا قلت لكم ان كفر الشيخ هتبقى من المحافظات الواعدة في المستقبل. يبقى اذا انا محتاج ادارة تكون على علم، تقدر تقول لي كمية الرملة السوداء دي هتقدر قد ايه. طيب انا محتاج ايه من برة، خدت بالك انا علاقت ايه بالجهات الخارجية. يبقى اذا هنا خلي بالك اهو، يختلف المسمى الجاد من منظمة أخرى، قد يكون قسما أو أو إدارة أو غيره، وذلك حسب أنا راجل بحب إن أنا حجم نشاط المنظمة وطبيعة نشاطها تاني والمتغيرات الأخرى الحاكمة في هذا الصدد أو في هذا النوع. توجد عوامل بطبيعة هل تؤثر في تصميم النهاردة، اللي بيأثر او العوامل المؤثرة في حجم او في تصميم جهاز الشراء وتنظيم حجم وقيمة المشتريات. انا بشتري بقد تعرف ان في شركات بتشتري باكتر من 3-4 مليار، وشركات تانية بتشتري بمليون. يبقى اذا حجم وقيمة المشتريات حجم. اتنين، تنوع المشتريات. هل انا بشتري صنف واحد ولا عدة اصناف؟ كلمة تنوع، هل هي صنف واحد او عدة اصناف؟ تلاتة، العاملين بالجهاز الشراء هل هم على درجة من الكفاءة؟
ايه الاسواق اللي هتعامل معاه. يبقى توجد عوامل بطبيعة الحال تؤثر في تصميم. ما هي؟ خلي بالك ممكن يكون سؤال متعدد، خدت بالك من الاختيارات المتعددة. سؤال مهم وممكن سؤال التاني في الصح والغلط بيجي في ايه؟ في ضوء حجم نشاط المنظمة وطبيعته، خدت بالك بيتم تكوين الهيكل الوظيفي لجهازه. ويتكون جهاز الشراء في منظمة متوسطة الحجم، يعني هنتكلم كده، رئيس قسم المشتريات، سكرتير يساعده ويتابعه رئيس قسم المشتريات، ثلاث اخصائيين في المشتريات. يعني بيعمل لك دي شكل هيكل، ان بيتكون من رئيس قسم وسكرتير بيساعده، ومعاه مجموعه من الاخصائيين اسمهم اخصائيين المشتريات، ولكل اخصائي مساعد. خدت بالك كلمه اخصائي يبقى راجل عامل حاصل على بكالوريوس تجاره او بكالوريوس او مؤهل عالي. كلمه مساعد يبقى معاه مؤهل متوسط، وممكن ساعات يكون مؤهل عالي. الهيكل بتاع نظام الشراء يتكون من المدخلات، وتتمثل في الموارد المادية، موارد بشرية ومعلومات. ركز في دول، خمس عناصر يتكون منها نظام الشراء. المدخلات بتتمثل في الموارد المادية. ايه هي الموارد المادية؟ الحاجات المادية اللي انا بشتري، سلة، موارد بشرية اللي هم الافراد، معلومات اللي بجيبها من الاسواق. يبقى المدخلات بتاعتي تتمثل في السلع او البضاعة او المواد الخام. تاني حاجة الافراد اللي هي موارد بشرية. تالت حاجة المعلومات اللي بجمعها من الاسواق ومن المنافسين. اتنين عمليات التشغيل، تتمثل في اجراءات الشراء وطرق الشراء المختلفة. انا النهاردة البروسيسنج اللي هي ديت بتختلف ايه عمليات اسمها ايه عمليات التشغيل داخل المشتريات. المخرجات بتاعتي ايه؟ والمتمثلة في الاصناف المشترى والتي يجب ان تكون بالكمية. انا بقى في النهاية كده المدخلات بتاعتها، انا في الاول قلت لك ايه الموارد المادية والبشرية والمعلومات، عمليات التشغيل، اجراءات الشراء وطرق الشراء المختلفة اللي هنتكلم عليها بعد كده، المناقصة، خط العامة والمناقصة، مش عارف المحدودة والامر المباشر والكلام دي، ماشي. المخرجات بتاعتي تتمثل في الايه؟ الاصناف اللي انا بشتريها. طب الاصناف دي هشتري اي حاجة؟ هنزل السوق مثلا سوق السمك اجيب اي حاجة؟ يعني اجيب شوية صردة شوية مش عارف؟ لا، ان تكون بالكمية المناسبة والجودة المناسبة والسعر المناسب والتوقيت المناسب، اللي هم قلت لك ايه الركائز الاساسية اللي بتقوم عليها عملية الشراء، اللي هو ايه 4 RS، اللي هي ايه كمية، كوانتيتي، كواليتي، الجودة، برايس، السعر، تايم، الوقت، سورس، المصدر. يبقى دول مهمين، دول اسمهم المخرجات. طب التغذية العكسية اللي هي ايه؟ وهي العنصر الرابع في نظام جهاز الشراء، فهي تختص في تصحيح ايه النظام الذي كان فيه اخطاء. لو في غلط في الثلاثة اللي فاتوا دول انا صححه، هتدخل اللي هي التغذية العكسية. بيئة النظام دي موجودة في اللي هي البيئة او المكان او المحتوى. انا النهاردة ما انت بتروح بورصة السمك، انا بجيب امثلة من الواقع اهو. بيئة النظام بتاعتي الجماعة اللي انت بتشوفوا بقى ان بتوع المزارع بتوع السمك بتجيب العربيات بتاعته وتجيب كده، ولكن البيئة بتاعتي بيئة مفتوحة اللي هي نظام المشتريات. لو انا اتكلمت على ان انا باخد بورصة السمك اللي موجودة عندكم على طريق بلطيم، دي هنا بيئة النظام، من خلال بعرف ايه بيئتي بتاعتي اللي هي من خلال ايه المزارع بتاع السمك، سواء كانت مزارع حكومية او مزارع قطاع خاص. مدخلات نظام الشراء من امثلة مجموعة المواد الموارد المالية المادية، يقصد بها المباني، ادارة الشراء، الاقسام، الاساس، الاوراد، الموارد والاجهزة مثل الحاسبات وغيره. المعلومات تضم المعلومات الواردة من داخل المنظمة، طلبات الشراء، والمعلومات الواردة من خارج المنظمة، ظروف السوق والاسعار والموردين. اهو مشروحة لك
الموارد البشريه تشمل الهيئه الاداريه او الهيئه الفنيه المتخصصين وعامل ايه عمليات التشغيل او المعالجه في نظام الشراء، تتمثل في اجراءات الشراء او عمليات التشغيل مع وجود بعض الاختلاف بين قطاع الاعمال والمنظمات الحكوميه. يعني المشتريات الحكوميه بتبقى شيء، وقطاع الاعمال اللي هي المصانع والمنظمات اللي هي ايه والشركات شيء تاني. مخرجات النظام تتمثل في الاصناف المشتراه، في الوقت ومستوى الجوده والسعر والتوريد المناسب. التغذيه المرتده او العكسيه تتمثل في اليه تصحيح نظام الشراء من خلال مقارنه نتائج او مخرجات النظام مع اهداف النظام الشرائي وتعديل المدخلات والعمليات التشغيليه. العوامل المحدده لتنظيم وظيفه الشراء، خلي بالك بقى دول احفظهم بالاسم، حجم النشاط الذي تمارسه وظيفه الشراء. انا قلت لك في شركه عندها مشتريات بمليار، وشركه تانية عندها شركات ب 100 جنيه او 200 جنيه. الراجل زي ما قلت لكم بتاع الفول، النهارده الكافيه اللي جنب اللي هناك اللي انتم ايه بتقعدوا هناك عليه كده بتقعدوا يعني ايه بتزوغوا فيه دي عن اللي هي ايه، الراجل ده بيشتري شويه حاجات ساقعه على شويه بسكوت على شويه حاجات مثلا عشان ايه كده. ولكن في شركات تانية زي شركه قلت لك شركه ايه بركه غليون بتشتري، عاوزه النهارده عندها مصنع مثلا للفوم، عندها مصنع للتبريد، عندها مصنع للتنظيف. دي محتاج تبرز ايه؟ اول حاجه تبرز تكلفه الشراء، تبرز اهميه الشراء، اهميه وظيفه الشراء لكبر حجم تكلفه الشراء، وتشكل جزءا كبيرا من تكلفه الانتاج. لان النهارده لو انا ما اشتريتش، انا بقول لك شركات بمليارات. ومن هذا المنطلق فان تحليل النفقات لابد ان يتم بصوره متكامله لمعرفه ايه الاهميه النسبيه لتكلفه الشراء والتاثير المتبادل والمباشر لهذه التكلفه على العناصر الاخرى. يبقى اول حاجه حجم النشاط الذي تمارسه وظيفه الشراء. العوامل المحدده حجم النشاط الذي تمارسه وظيفه الشراء، حيث يقرر حجم الوحده التنظيميه وشكلها التنظيم. اتنين تكلفه اللي احنا اتكلمنا عنها، طبيعه السوق، هذه السوق الواسعه لا تسود المنافسه الحاده والتغيير المتلاحق زي مثلا سوق الغاز، سوق البترول، سوق السلع اللي هي زي القمح. طبيعه السوق طبيعه السلعه، هل السلع تطلب جوده عاليه؟ النهارده ما بنشوف في سلع درجه التغيير والتقادم، هل بتتغير هذه السلع المطلوبه؟ خدت بالك هل هي سلع موسميه؟ خدت بالك عشان كده بتاثر. القدره الماليه، انا امكانياتي ايه الماليه؟ وبيجي بنتكلم على مركزيه ولا مركزيه الشراء. في عجاله تعني مركزيه الشراء تنفيذ كافه اعمال الشراء في اداره واحده. تاني تعني مركزيه الشراء تنفيذ كافه اعمال الشراء في اداره واحد. اما اللامركزية فتعني ايجاد ادارات مستقلة لكل وحدة تنظيمية مع اعطاء كل منها استقلالا كاملا في القيام بعمل الشراء. مهمة جدا 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 مركزية ولا مركزية الشراء. تعني مركزية الشراء او يقصد بمركزية الشراء تنفيذ كافة اعمال الشراء في ادارة واحدة. إدارة واحدة هي المسؤولة عن عملية الشراء. طب لا مركزية يقصد بها إيجاد إدارات مستقلة. يعني النهاردة عملنا المقاولين العرب لها فروع، ولكن الفروع هنا في فرع في وسط الدلتا وفرع في غرب الدلتا، يبقى إذا لكل فرع أدي له إيه بطبق اللامركزية. أما النهاردة أنا عندي مصنع داخل كفر الشيخ والمصنع ده محدود جوه مدينة كفر الشيخ، يبقى أنا بطبق مركزية الشراء. يبقى في مركزية الشراء تنفيذ كافة أعمال الشراء في إدارة واحدة هي المسؤولة. أما في اللامركزية مصنع له زي مصنع المحل عمل كذا فرع مثلا، زي المصنع بتاع شركة النصر اللي كان عامل هنا فرع في كفر الشيخ، مصنع المحل عامل مجموعة مصانع، هنا بقى بحقق اللامركزية. أما لو مركز في المحلة أو في كفر الشيخ يبقى إذن بحقق المركزية. لكل من وانا بتكلم اهو، المركزيه ولا مركزيه، خدت بالك مزايا وسلبيات، خدت بالك مزايا المركزيه وفي سلبيات اللي هي المركزيه، وبعد كده مزايا وسلبيات اللامركزيه.
والنوع انا هشتغل في ايه بعد كده، هل هشتغل مركزي او لا مركزي، او الاسلوب المناسب ليا ايه، على اساس ان احنا نبقى نتكلم. هنيجي بقى النهارده وانا هقول لكم بكده، هكتفي عشان ما كترش عليكم، وهنشرح بعض الحاجات في المحاضره داخل المحاضره. احنا واقفين عند المركزيه ولا مركزيه، وانا عرفت لك ايه هي المركزيه وايه اللي مركزيه، وقلت لك خلي بالك حجم العوامل المحدده لتنظيم وظيفه الشراء، حجم النشاط الذي تمارسه، تكلفه الشراء، طبيعه السوق، طبيعه السلعه، درجه التغيير والتقادم، القدره الماليه. خدت بال حضرتك؟ وبكده نكون وصلنا الى نهايه المحاضره الثانيه من ماده اداره المشتريات والمخازن لطلاب الفرقه الثالثه، لطلاب الفرقه الثالثه نظم معلومات اداريه. في نهايه المحاضره لا يسعني الا ان اتقدم لكم بخالص الشكر وعظيم الاحترام، ولا يفوتني الا ان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه قرب شهر رمضان المبارك، كل سنه وانتم واهاليكم طيبين، واتمنى لكم وقتا ممتع ومثمر تستفيدوا منه من خلال تواجدكم في المعهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم دكتور صلاح عبد الحي حامد في المحاضرة الثانية لمادة المشتريات أو إدارة المشتريات والمخازن لطلاب الفرقة الثالثة نظم معلومات إدارية، ولكم مني خالص التحية وعظيم الاحترام وشكرا.